النسخة التركية الحديثة من منظومة S-400 الدفاعية الروسية، تدمير 6 أهداف في وقت واحد ومدى يتجاوز 150 كيلومتراً. بعد الجيل الجديد من الطائرات بدون طيار المسلحة، تستمر تركيا في دفع عجلة الإنتاج الدفاعي إلى الحد الأقصى لتفجر في الآونة الأخيرة مفاجأة هي الأولى من نوعها من خلال الكشف عن أول نظام صاروخي وطني ومحلي للدفاع الجوي. بدأ الإنتاج الضخم لمنظومة حصار A، كما تجاوزت حصار O كافة الاختبارات النهائية، وحان الوقت للكشف عن حصار يو التي ستشكل بديلاً تركياً وطنياً عن أنظمة الدفاع الأمريكية باتريوت والروسية S-400. تعمل تركيا منذ وقت طويل على شراء أكثر التقنيات العالمية للأسلحة المختلفة وتصنيع النسخة الوطنية الخاصة بها التي تغنيها عن الحاجة للاستيراد والشروط الصعبة التي تضعها الدول الكبرى. يرجع الفضل في ذلك إلى سياسة تركيا المتوازنة في تعاملها مع الدول العظمى وأبرزها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. تم تطوير المشروع محلياً ووطنياً بالتعاون مع أسلسان وروكيتسان بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية التي تتبع مباشرة الرئاسة التركية. أصبح نظام صواريخ الدفاع الجوي الذي اكتملت اختباراته بنجاح جاهزاً للدخول في المخزون. يوفر النظام 360 درجة من الفعالية، ويعتبر نظام صواريخ الدفاع الجوي الجديد قادراً على الاشتباك وإطلاق النار ورصد وتدمير 6 أهداف في وقت واحد. يمكن للمنظومة توفير دفاع فعال ضد الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة وصواريخ كروز والمركبات الجوية بدون طيار وصواريخ جو أرض، فضلاً عن حماية الوحدات الثابتة والوحدات المدرعة المتحركة. وتمتلك نشراً سريعاً ووقت رد فعل قصير وقدرات سريعة لتغيير الموقع. يشتمل نظام الصواريخ الذي يحتوي على محرك صاروخي مزدوج المرحلة على ملاحة بالقصور الذاتي وجهاز تصوير يعمل بالأشعة تحت الحمراء. وتم اختبار فعالية نظام صاروخ الدفاع الجوي في أقصى مدى وارتفاع في نطاق اختبار إطلاق النار. بإمكان نسخة S-400 تركية الصنع الكشف عن الهدف وتعقبه بواسطة الرادار الموجود على النظام، وبدء الاشتباك من نظام التحكم في القيادة وإطلاق الصاروخ تلقائياً في أنسب وقت مع نظام التحكم في الحرائق لتدمير ناجح وشامل للطائرة النفاثة المستهدفة.